ظهور لافت إذن لمسؤولين عديدين من حزب الله اليوم ومواقف عالية، ما أهميتها وهل تتناقض مع موقف الدولة اللبنانية، خصوصا أنه الرئيس نجيب ميقاتي أكد اليوم عاد وأكد على القرار 1701 واعتبر أنه لبنان ضحية للغطرسة الإسرائيلية؟ يعني الحصيلة الأساسية للمواقف التي أعلن عنها اليوم في حضور لافت لثلاثة نواب من حزب الله في منطقة النويري التي تعرضت بالأمس للغارات الإسرائيلية، وفي المؤتمر الصحفي من الضاحية الجنوبية لبيروت لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، هو التركيز على الميدان، الميدان أولا والميدان أخيرا، والرسالة الأساسية أن المعركة لا تزال في بدايتها. هذه هي الرسالة الأساسية التي أجمع عليها اليوم، وذلك أيضا في رسالة للبيئة الحاضنة، البيئة الشيعية، بأن تراقب أيضا الميدان، وبأن حزب الله هو عاد واستلم زمام المبادرة وتجاوز الإرباك الذي حصل إثر اغتيال أمينه العام حسن نصر الله والضربات المتتالية التي تعرض لها. هذه هي إذن الرسالة الأساسية، الميدان. أما في المضمون السياسي، هناك توافق مع الحكومة اللبنانية حول العنوان العام، الدعوة إلى اتفاق لوقف النار، ولكن ماذا في التفاصيل؟ نواب حزب الله رفضوا أن يتحدثوا عن كيفية تطبيق القرار 1701، رفضوا أن يتحدثوا عن إمكان حصول انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل إن المسؤول العلاقات الإعلامية دعا إلى عدم استعجال نتائج هذه الحرب، وأيضا رفضوا التوضيح إذا ما كان حزب الله يريد الاستمرار في ربط جبهة لبنان بجبهة غزة. في المقابل نرى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد موقفه الصريح بأنه لا يريد أن يربط جبهة لبنان بجبهة غزة. كذلك تلقى اليوم في اتصال لافت من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي اتصل بدوره برئيس مجلس النواب نبيه بري، وكشف رئيس الحكومة أن بلينكن طلب منه إجراء انتخابات رئاسية قريبة. إذن هنا بدأ الانقسام والتباعد واضحا بين ما يؤكده حزب الله وبين ما يتلقاه رئيس الحكومة من أجواء دولية ولا سيما أمريكية لطريقة التعاطي مع هذه الحرب. في أي حال، يبدو أن هذه الحرب طويلة كما تؤكد مصادر مرتبطة بحزب الله، سوف تستمر بضعة أشهر وقد تتحول بعدها إلى حرب استنزاف.